السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد بالقناة، معكم ليلى. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم وانتم بكل خير وباحسن صحة وعافية. جيت لكم اليوم فيديو جديد غادي نحضروا فيه ان شاء الله كوكيز بطريقة جد سهلة ومبسطة بمكونات كذلك بسيطة جدا جدا، وكذلك غادي نستعملوا فيه واحد المكون اللي هو الهيدرو واي او البروتين. هذا بالنسبة للناس اللي هما كيمشيو لاصال او لا كيمارسوا رياضة، فإلا ما كناش كنتوفر عليه ممكن نستغناو عليه ماشي مشكل، لكن الناس اللي هما كيبغيو يمشيو يترينيو فمن الافضل انهم يستعملوا هذا الواي اذا كان متوفر عندكم في المنزل. فبالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجو لهذا الكوكيز، عندي هنا 200 غرام من الشوفان، من الافضل يكون اللي الحبات ديالو رقيقه. عندي جوج حبات من البنان، كذلك عندي قليل من اللوز، جوج بيضات من الافضل يكونوا بحراره المطبخ. عندي هنايا كوكيز او شوكولات كوكيز اللي نوعيه جيده، وكذلك عندي كيف قلت لكم غادي نستعمل هذا الهيدرو واي ديال الاوين او البروتين، غنستعمل منه جوج ملاعق. كيف كتشوفوا فمكونات جد جد بسيط. غادي ندوزو لطريقه التحضير. فغادي ناخذ هنا واحد الاناء غادي نوضع فيه هذا البيض، كيف قلت لكم من الافضل نكونوا مخرجينه من قبل من الثلاجه. فوالا غادي نضيف مع هذا البروتين، فهو اصلا تيكون فيه واحد الملعقه في الوسط هنايا ديالو كيف كتشوفوا على هذا الشكل. غادي ناخذ جوج ملاعق من هاد البروتين، فوالا غادي نميكسي هاد البروتين مع البيض حتى كيندمجوا مع بعضياتهم مزيان. فكنحصلوا على قوام بهذا الشكل هكذا. دابا غادي ناخذ هذاك البنان وغادا نقطعو بشكل عشوائي بحال هكذا، لان مازال غادي نستخدم الفورشيت باش غادي نهرسو، ومن الافضل يكون عندنا البنان يعني طايب، ما يكونش بنان قاصح باش تسهل علينا اننا نقطعوه. فكيف كتشوفوا غادي ناخذ واحد الفورشيت او الشوكه ونبدا كنمعس هاد البنان حتى كي كانه كيدوب، يعني كيتطحن غير بهاد الفورشيت. فنخلطو مزيان كيف كتشوفوا على هاد الشكل. فمن بعد ما مست هذاك البنان دابا غادي نضيف هذا الشوفان ونعاود نخلط مره اخرى على هذا الشكل حتى هو حتى كينسجم، وفي نفس الوقت غادي نضيف هذوك الحبات ديال اللوز. فوالا حاولوا اننا نخلطوه مزيان. فوالا وغادي نخليوه يتشرب واحد المده ديال 10 دقائق باش هذاك الشوفان كيتزك وكيولي رطب، وفي نفس الوقت كيتشرب لينا هاد السوائل اللي خلطنا بيه هاد المكونات. فغادي نخليوه واحد شويه ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. فكيف كتشوفوا كيصبح الخليط على هاد الشكل، يعني كيصبح الخليط متماسك. غادي ندوزو باش نوضعو هاد الخليط في الطاوة ديال الفران.
فعندي هنا الطاوة ديال الفران اللي وضعت فيها بطبيعة الحال ورق الطهي باش هكذا كتسهل علينا الخبز ديال هاد الكوكيز. غادي نستعمل هاد الملعقة ديال الايس كريم، ممكن تستعملوا اي ملعقة عندكم، ماشي ولا بدها تكون هادي، غير فقط باش كتسهل علينا الخدمة. وكنوضع كمية من هاد الخليط على هاد الشكل، وفي نفس الوقت راهم كيجيونا متساويين الا استعملنا هاد الملعقة ديال الايس كريم، ما كتجيش وحده كبيره وحده صغيره. هانتوما كيف كتشوفوا، كنقادها على هذا الشكل حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. وفي نفس هذا الوقت انا وضعت الفران تيسخن على درجه حراره 180، ضروري باش ان الفران يكون سخون من قبل. غادي نكمل بنفس الطريقه، وغادي ناخذ هاد الحبات ديال شوكولا كوكيز وغادي نوضعهم هكذا من الفوق كيف قلت لكم، فقط كتزيين لا غير. ممكن نزينو باي حاجه واحده اخرى، ممكن نزينو بالقرقع او الجوز، ممكن نزينو باللوز كذلك، ممكن تخليه كيف ما هو هكذا ماشي ضروري تزينوه. صافي غادي نكمل الكميه اللي عندي وندخلهم الفران ونعاود نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفهم في الشكل النهائي ديالهم. اذا كيف كتشوفوا في هذا الشكل النهائي ديال لي كوكيز اللي حضرت معكم اليوم، كيجيو على هذا الشكل. كنخليهم في الفران لمده ديال 15 دقيقه حتى كنحسوا بانهم طابوا، يعني ما كيبقاوش خضرين، وكنزولهم فكيجيو رطبين وفي نفس الوقت قابطين راسهم. هانتوما كيف كتشوفوا، كنتمنى انكم تجربوهم لانه فعلا فعلا كيستحقوا التجربه، كيجيو بنان بزاف بزاف وكذلك صحيين في نفس الوقت. فكنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال الاستحسان ديالكم وعجبكم، فلا عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك وتبارطاجيو ما بين الاهل والاصدقاء ديالكم، كذلك مواقع التواصل الاجتماعي. ولا كنتم مازال ما اشتركتوش بالقناه اشتركوا بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. شكرا بزاف على المتابعة ديالكم، إلى وصفة قادمة وفيديو قادم بإذن الله.